مومو يا حل سوي الباب ما تقول لها حلي علينا بنا نديرو كارثة هذا الشيء اللي كاين لا براني حنا بينا وبين خوت على الخير ما نعرفوهم الخير والدة الله يعمر هذا الخوت الله يعمر هذوك الناس براني ما تنعرفوهمش ولا تهجموا علينا في الدربين هذا الشيء اللي كاين كنت في داري انا اختها كنت انا ناعسة في داري فصيفطات لي السيدة من لهنايا من الدريبة صيفطات لي اوديو الا بغيتي نسمعو لك نسمعو لك قالت لي عتقي اختك راه قالت لي تلقيها ولا ما تلقيها ملي جيت انا وراجلي لقيتها هي مسكينه في الكوميساريه ملي مشيت لقيتها في الكوميساريه بدات داكشي اللي كيعاودي ليا خويا انا ما نكذب عليك انا داكشي خويا اللي عاودي ليا ما نكذب عليك عرفتي تخلع انا كنت في ديك اللحظه كنت هي راه اجى الله من جهه هاد السيده اللي مركبها سكر ما كذبش دابا ما عرفتش شي دروك دابا هي مسكينه مضروب ما عرفتش مسكينه جا واحد وبرك عليا بالكلمات انا وراجلي قاعد داك اللي دخل انا وراجلي وهو جابرك عليا بالسبان وبالكلام دابا ندير لك انت واختك وراجلك دابا نفعل لك دابا ندير لك واحد اعتقل الاخر هذاك اللي برك عليا انا بالسبان تلقى هذاك هو اللي كان الضابطه القضيه دارت شغلها الله يخف عليهم ودابا في المحكمه شي يقول لك تيقول لك هما ما كانوش ولدها خرج سميتو الولد راه درويش تيعطب واش الولد اللي ما كتفوتوش الصاله سميتو ما خرجش نهائيا على الناس الشاهدين ما شاء الله ما خرجش انا ما خرجت قالوا لي هما خرجي على البوليس ولات مسكينه هي مايليها على راسها مايليها على ولدها قال لك هي قالت لك حيت حنا انا عرفت دارنا كي دايره عندنا الدربوز هي مسكينه دايره الكفاف كان ليا بالدربوز يعني ان باش ما يتحلش الباب على ولدها هو انت اخويا اللي كاين ديك الساعه وليدي حنا سمعنا الغوطه خرجنا قعدت انا هنا نيت ضريني ليا بعيد مشاو الدراري لي جاوا هذوك الدراري يضربوا في الدفه هي كتغوت ما بغاتش تحل لولدها ما بغات تخرج خاف هادشي اللي وقع هما تيضربوا في الباب هادشي اللي وقع وليدي انا قعدت نيت هنا وتنشوف فيهم يقدر جوج يقدر ثلاثة وواحد مول الكروس هذاك العرض هذوك انا اللي ما عرفتهم واش ثلاثة ولا جايين وتيضربوا في الباب وهي كتغوت ما بغات تخرج ما بغات تخلي ولدها يخرج بابا يحاولوا يفرعوا الباب ولا بغا يخرو ولا ما عرفتش هذوك اش بغا يديروا كاع وليدي راه زايده قدامنا حاسب هذيك ولا هذوك البنات ولا هاد المشاكل اللي وقعوا بيناتهم راه زياده اخرى قدامنا وحنا سيدي كنا ناعسين ما نكذبش عليك كنا ناعسين تتسمعوا الدفه تطفى الوقت تسمعها هي تتغوت والله العظيم الا باقي حتى الان مرعوبين هي تتقول تتغوت وتتقول ولدها ما تخرج سدت عليه الباب وتتقول لي ما تخرج حنا شفنا اللي على برا اللي داخل ما شفناش حنا اللي داخل تشوفوا حنا غير الناس اللي تيضربوا الدفه صح تطفر هاد الدفة حنا ما تفرعات الدفة صافي قلنا ما توقع شي روحو قدامنا ولا شي هذاك الشيء صافي كاين اللي غيب نعم والله العظيم اللي كاين في الدرب غيب كاينين الناس اللي صافي وعرفت كاع اش وقع عليهم قلنا خويا في هاد الشيء حنايا هادوك الناس ما بيننا وبينهم والو خواتات ما بيننا وبينهم والو حيت حنا كنا مصاحبين معاهم كلهم ولكن هاد الشيء اللي وقع ما عرفناش علاش وقع ما عرفناش علاش تدار هذا الشيء كاع لانه كاع الا كان شي حاجه ولا كان شي حاجه بين الخوت ما تدخل حتى شي حد في هذه المسائل ما سوق حتى شي واحد هما بيناتهم ما سوق حتى شي واحد وهي راه كبره هنايا هي ولا خواتاتها الله يعمرها دار با الله يعمرها دار ولكن ما عرفناش حنا علاش وقع هذا الشيء هذا الغطا سبق لي ما عرفناهوش حنا عارفين بالدار هذاك الدراري ماشي خوت انا الله يعمر هذا الخوت تيدوزو خوتها اللي هو راجل دراري مربين ومحترمين تيدوزو والله العظيم ماشي تنخزروهم ولا شي حاجه تيدوزو حدا الرسول خاطر الرسول في الحيط الاولاد كثر من البنات تطري هذاك النهار خشنا الاول فاتت مرفع ملي خرجت لقيت حاطيني في الدار وتيقول لهم ضربوا نقول لك هما أربعة ولا خمسة هما بعدا اللي حققت أنا ثلاثة اللي تيضرب جابهم راجل أختها راجل أختها اللي جاب أختها كل شيء مخاصمة معاهم رحلوا هما ماشي من نص باليوم أختها جات نص باليوم وراجل أختها كاينين هنا ماشي نهار شد الدراري سكرهم وفندهم وجابهم هذاك الشيء وليدي ماشي ديال
ديال بلادهم الساحي. لا مشيت انا تل عندهم ديال الأبكاز، مشيت عندهم تلهيه ولا نقوم مشيت ديروا راه حشومة عليك ما داوها فياش الدراري مغايبين طاي ضربوا طاي ضربوا الضرب اللي تسمعيه من لين ولين كل الحومة كل الحومة خرجت وكل الحومة جات من الدروبة عمر هذا الدرب من هذاك القاع تلقاتل عند ملحان خرج واحد هاد ملحان كيف مدريبة خرجت هو خرج من دارو قال لي واش بيتي عندها اش بيتي عند السيد اجيو عندي انا بعدا من المراه واجيو عندها حنا لي رجال اش بيتي عند هذيك السيده اش بيتي عندها كذب عليك كذاب كاين الله واحد هاد السيده حنا ما سوقنا من جارتنا ومن جيراننا ومن ما شفنا فيهم غير خير ماتي شاده هي هي على ولدها واش ربعت الناس ولا خمسه ولا كثر وليدي راه مدعج لي هذا من هذا تيقول ليها خرجي والله تنديروا لك ونفعلوا لك قدام ولدك حاشاك تايع تا ولدك فاوليدي تايع هذا وتيجي هذا نعم خرج من الحانوت عندهم قال لي تفرقوا مع السيده تفرقوا مع السيده دوروا من الحانوت دوروا دخلوا دخلوا الدراري ودخلوا بحال هكا قدك وبحال وجهك دخلوا الناس يديروا لي تيجي غير كب مرافقوا لهم منفرش كثير وانا مريضه طلع لي 23 مشيت وقفت حدا الحيط هزا وكلي قلت والله وفاتو حتى واش من ساعه ديك الساعه الويده؟ وهذيك الساعه ثلاثه تكون ديك الساعه هما جاوا مع شي جوج جوج جاوا كلام تحقق لي نقول لك انا جوج جاوا ثلاثه تكون ولات كارثه كبيره هي ما حلت هو قعدوا لهيه راه فين عند لهيه وتيقول لي ضرب ضرب يلا بيت نعس حتى كنسمع الهضره شويه كنسمع الرجيخ ديال الباب بحال وكانها تفرقعت عليا البوطه عمر داك المنظر ما ننساه شويه نزلت انا دغيا بيت نسد الباب ديال الحديد باش ما يهرسوا لي سميتو طلع انا مطاكي فقط مركزه على حاجه وحده على ولدي باش ما ينزلش انا هاد الناس هادو خواتاتي اللي مسيفطوهم ليا حدا جايه من ديال اسبانيا هي وراجلها من نهار جات نهار 27 شهر 6 درت بها الشكايه الاولى كيمشي كنمشي للشرطه القضائيه تيستمع لي الله يخرج عليهم الغدي كنجي بحال كبيتي الماء على القرعه حتى حاجه ما كاينه عاودت ثاني نفس المشكل في العيد الكبير نهار العيد الكبير بالضبط نهار الجمعه اللي من قبل هادي طلعي ليا وحدين طلعوا ليا الفوق مخروا ليا 20000 درهم من الماريو ديالي مخرات ليا فراشي مخرات ليا لاشين ولا نقول شي بس ما كاين مشيت ثاني للضابطه القضائيه مشيت للابي جي داروا ليا استقبلوني ثاني مزيان نفس المشكل لغت لي تنتفاجئ جايين تيركزوا بالزغاريت سيري راه ما غادي تقضي والو هذا الحق والقانون والسي الحموشي تنطلبكم انتم ما سمعتوش شهاده الجيران بان هاد الناس جاو تيفرعوا ليا الباب ما عرفتش انا شاد السيده انا حنا شادين انا شاده الفوق وما شادين التحت يعني ما كاين حتى شي مشكل بات ديال الفوضى ما فهمتش دابا انا كنطلب جلاله الملك والسي الحموشي يعاود البحث في هاد تحقق في هاد النزيله هادي والله يرحمكم الوالدين ويحيى العدل راه مرضوا واحد المراه تما راه طاحت مسكينه مرتخو مراه طاحت هاد المراه مسكينه حتى هي مرضت هاد المراه مسكينه ما عندها بيتين فايقين الناس كلها هما مساكن مرضوا مرضوا الناس ما شاء الله هادو راه داروا الضوضاء في المدينه في الدرب كله وخلقوا وزعجوا الناس وزعجوا عباد الله